بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. ماذا سيحمل وزير الخارجية السابق جان إيف لودريون معه إلى لبنان حصيلة الاجتماعات الفرنسية والإيرانية أيضا؟ بالإضافة إلى هذا الموضوع، ماذا في الأفق الرئاسي، وهل سينعكس هذه التقاربات الإقليمية على الملف الرئاسي؟ كل هذه التفاصيل وسواها، ومدى يعني الاستمرار بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من قبل من سموه في الجلسة 12، أكيد رح نكون بإطلالات للنائبين أديب عبد المسيح وبلال حشيمي خلال هذه الحلقة. ويسعدني أن أستضيف في استوديو الكاتب السياسي الأستاذ غسان ريفي. أهلا وسهلا فيك. رح نبلش بالموضوع الأهم اللي هلأ، شو جاي يعمل جان إيف لودريون؟ شو جاي يبلغ أو جاي بس يستطلع آراء، على الرغم من أنه جايب محصول مهم معه من اجتماعات إقليمية عم بتصير بالبلد؟ بداية تحية لك المشاهدي قناة الجديد. لما كان البطريرك الماروني بالإليزي سمع كلام واضح وصريح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو بأن على المسيحيين في لبنان أن يقرأوا المتغيرات التي حصلت في المنطقة. فأعتقد بأن زيارة لودريون من بعيدة عن هيدا الجو. يعني أكيد فرنسا تابعت بأدق التفاصيل جلسة 14 حزيران، الجلسة 12، وشافت كيف بنيت هذه الأصوات التي حصل عليها المرشح جهاد أزعور، والتي حصل عليها المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. يعني صار يمكن هلأ كتير بيقولوا لك أنه الرقم ثابت والرقم غير متحرك، أو الرقم وجهة نظر. بهذه الجلسة كان الرقم وجهة نظر تحديدا، لأن اللي كان معه 67 صوت قبل الجلسة طلع معه 59، واللي معه 44 صوت طلع معه 51. بس شو السبب؟ ما يؤكد يعني هيدا التغير بالأرقام وبحسب البوينتاجات اللي كانوا عاملينها فريق المعارضة، شو السبب؟ يعني هو عدم اقتناع. يعني أول شغلة اللي اتضح تماما من موضوع الأرقام بأنه المرشح سليمان فرنجي يمتلك 51 صوتا، هم ملتزمون بشكل ثابت وجيد ومتماسك، وجهاد أزعور يمتلك 59 صوتا قابلين للتراجع، مثل ما تراجع من 66 أو 67 مثل ما كان عم يشاع قبل بيوم، حتى في ناس شطحت 70. نعم. مثل ما تراجع. فبالتالي نحن اليوم أمام يعني جهاد أزعور هو مرشح حاجة لقطع الطريق على سليمان فرنجية، بينما سليمان فرنجية هو مرشح خيار. يعني اليوم ما في، ما عم يناوروا الثنائي الشيعي والحلفاء أو الفريق الداعم لسليمان فرنجية، مش عم يناوروا فيه، هن عم يشتغلوا حتى يجيبوا سليمان فرنجية رئيس جمهورية، لأنهم مؤمنين بالخط يلي بيمشي فيه، متبنيين طروحاته، وطبعا البرنامج يلي ما في برنامج واضح للمرشحين غير يلي بيحكوه بالمقابلات. نعم. التلفزيونية. بينما بالفريق الداعم لأزعور كان هن سموه تقاطع، وهذا التقاطع هو بدعة يعني تسوية الخلافات الموجودة بين هيدا الفريق، واللي شاهدنا بأنه بيطلع النائب جبران باسيل بيقول لأول مرة نحن نتبنى مرشح لا علاقة لنا به، ولأول مرة نحن نتبنى ندعم مرشح ليس لنا علاقة بخياراته، ولا نتبنى طروحاته، وليس لنا علاقة ببرنامجه. بيطلع النائب ميشيل معوض بيقول المعارضة لا تتبنى جهاد أزعور. بيطلع اللقاء الديمقراطي بيقول جهاد أزعور لمرة واحدة فقط لجلسة الأربعاء. الأسوأ من هيك بيطلع النواب التغييريين بيقولوا أنه هيدا تجرأ، لا بيشبهنا ولا من سلتنا ولا لنا علاقة فيه. طيب من وين جاي جهاد أزعور؟ مع كل الاحترام لألو، بس من وين جاي؟ رح نشوف. كيف بدكم تطرحوا رئيس على اللبنانيين يدل 6 سنين بهيك ظرف وهو مقطوع من شجرة سياسية؟ رح نرجع نبحث
ترشيح أو مدى استمرارية ترشيح جهاد أزعور؟ ولكن قبل ما أنقل لجهاد أزعور، البعض يقول بأنه حتى في من ضمن 51 اللي صوتوا لسليمان فرنجية مع حفظ الألقاب، في نواب مستحيين يقولوا أنه أنا صوتت لسليمان فرنجية، وبالتالي كل الكلام عن كتلة صلبة ممكن أنها بالجلسة الجاية تتغير هذه الكتلة الصلبة بتناقص ولا تزايد، لأن في ناس مش قادرة تطلع تقول أنا مع سليمان فرنجية. يلي صوت لسليمان فرنجية بالجلسة رقم 12 كوني على ثقة بأنه سيصوت في كل الجلسات. يعني اللي خاطر بتياره واللي خاطر بعد كل التهديدات وكل الوعيد اللي صار والمحاسبة وما إلى ذلك، يلي خاطر وعطى سليمان فرنجية عطاء عن اقتناع، يعني لأن ممكن كان يحط ورقة بيضة، ممكن كان يعني في أكثر، يعني مثلا الظرف يلي طلع فاضي واللي ما كان في ورقة، يبدو أنه في أحد النواب كاتب اسم جهاد أزعور ليأرجيه لحدا، ما حطه بالظرف. نعم. يعني جهاد العرب قد يكون جهاد أزعور كتب جهاد ليشوفوا حدا معين ورجع حط جهاد العرب، فلا في اقتناع كامل. للأسف أستاذ غسان كمان وصلنا لمرحلة أنه النائب مش قادر أنه يعمل قناعته بهيك استحقاق أساسي ومهم. هيدا قانون الانتخاب وفي مراقبة عليه، يعني في نواب كتير قالوا أنه أنا ما قدرت أني أتحرك أو أعمل قناعتي لأن إذا بتلاحظي كيف النائب جبران باسيل حاطت بين قاعد بالنص بين إبراهيم كنعان وألان عون، كيف حاطت النواب ورا كمان، يعني كل اللي عليهم شبهات بالتيار الوطني الحر كان موجود معهم وحدهم، وكانوا مكلفين أعتقد بالمراقبة. فاللي قدر حط سواء كان من التيار الوطني الحر أو غير التيار الوطني الحر، يلي قدر حط سليمان فرنجية فهو حاطه عن اقتناع كامل. فنحن أمام 51 صوت مرشحين للازدياد، لأنه بعتقد في احتياط استراتيجي لسليمان فرنجية من الأصوات ما زال مخبأا، ويمكن بلحظة إقليمية ودولية معينة أو بلحظة توافق معينة أو بلحظة تبدل بالمواقف بين الكتل. يعني النائب وليد جنبلاط قال بأن أزعور هو مرشح لي مرة واحدة. هلا اعتقد بانه اذا صار في جلسه قريبه حيدل جهاد أزعور هو المرشح، ولكن اليوم بدنا نشوف مين رح يدعمه. يعني اذا في حال استمر الوزير جهاد أزعور بالجلسه المقبله اللي ممكن تكون بعد عيد الاضحى، طيب امبارح سمعنا الوزير جبران باسيل قال لا انا ولا هو ولا اي حدا عاقل بكمله بمواجهه نتيجتها فشل، شو يعني ما سحب حاله من دعم الوزير جهاد أزعور؟ هذا الكلام بدنا نحيله للوزير جهاد أزعور، لأنه أنا برأيي تعرض لكم هائل من الإساءات قبل الجلسة واليوم امبارح بعد الجلسة بكلام النائب جبران باسيل، هو اللي لازم بقى ياخد هيدا الخيار. يعني نحن شفنا شو صار بميشيل معوض. النائب ميشيل معوض كانت القوات اللبنانية عم تقول هو مرشحنا الأساسي وليس لدينا مرشح نعم. آخر، وكانت بكل جلسة النائب ستريدا جعجع لوايح بالأسماء كانت كل جلسة النائب ستريدا جعجع تطلع وتقول بأنه المرشح الطبيعي هو سمير جعجع. ولما جبران باسيل حكي عن القوي في طائفته وصاحب الحيثية الشعبية قالت له أنه روح انتخب سمير جعجع، ما قالت له روح انتخب ميشيل معوض. وبنفس الوقت منشوف أنه كيف هيدا التناقض، كيف المطالبة المسيحية بالقوي بطائفته والذي لديه حيثية شعبية، وآخر الكلام نجي من نجيب جهاد أزعور يلي ما عنده شيء، بس عنده كتل نيابيه مثل ما هن. نفس الشيء وسليمان فرنجية عنده كتل نيابيه، وقد يكون سليمان فرنجية عنده الكتل متنوعة أكثر وأصوات. يعني في 15 صوت مسيحي صوت لسليمان فرنجية، وبعتقد من كل المذاهب المسيحية الممثلة بمجلس النواب. طيب هل 15 مسيحي ما عندهم حضور، ولا بدنا نتعامل مع المسيحيين اليوم على قاعدة نائب درجة أولى ونائب درجة ثانية؟ من السنة
أخذ سليمان فرنجية بحدود 11 أو 12 صوت سني من الشيعة أخذهم كلهم. من الدروز يمكن ما بعرف إذا كان في تسرب صوت، يمكن إذا كان في تسرب صوت بيكون لأنه لقاء ديمقراطي يمكن امبارح كان بكلام الوزير جبران باسيل أنه من ضمن الشبهات، من ضمن هو الشبهات. هلا هو عم يبعد الشبهات عن نفسه كمان، يعني ما اليوم كمان النائب جبران باسيل مثل اللي عم يقوص حاله بإجره، يعني لما بده يحاسب أول شغلة تكتل لبنان القوي حيتصدع، تاني شيء التيار الوطني الحر رح ينقسم. التيار الوطني الحر اليوم انت مش عم تشيلي منه، اذا كان بده يحاسب ما عم تشيلي منه نواب طارئين، انت عم تشيلي اركان اعمده من التيار الوطني. بس امبارح قال انه هو بهمه القاعده الشعبيه، ما بهمه لا القاعده الشعبيه، يعني انه ابراهيم كنعان ولا الان عون ولا الياس بو صعب انه ما عندهم قواعد شعبيه هدول؟ يعني ليش عم نحاول نظهر نواب التكتل او التيار الوطني الحر بان هن كمان مقطوعين من شجره، وبالتالي انه هن اللي بياخذوا بس اصوات التيار؟ ما كل واحد عنده حضوره وعنده شعبيته، عنده قواعده، عنده خدماته، فليش عم يتصوروا هيك؟ يعني هذا ظلم لا النواب يلي عم ينحكى عنهم، وهيدا كمان يعني بده شويه تواضع النائب جبران باسيل بيتعاطي كمان مع النواب، مش عم تتعاطى مع تلاميذ بمدرسة. نعم. بيطلع حدا من النواب بيقول سنعاقب، ما بتتعاطى، هيدا الكلام ما بينحكى مع نواب بالمجلس، نواب الأمة وممثلين لشرائح معينة. بيقلك هيدا القانون الداخلي للتيار الوطني، هيدا القانون الداخلي للتيار الوطني الحر. بس كمان ما فيك تطلب من شخص كاتب الإبراء المستحيل وكاتب 20 صفحة عن جهاد أزعور يجي ينتخبه. ما في كمان انت اليوم تاخذ التيار كلياته لمصالحك الشخصيه وتجي تقول بدكم تتحملوا تبعات مصالح رئيس التيار. هذا التيار تيار وطني عبر للطوائف غير طائفي، هن بيقولوا عنه هيك. فبالتالي ما فينا اليوم نجي ناخذ تيار طويل عريض بس لخدمه مصالح رئيس التيار. هذا الامر بعتقد من حق النواب انهم ينتفضوا، ومن حق النواب كمان انه يكون عندهم مرشح. نعم. اليوم لما بدي اجي انا رشح جهاد أزعور وبالتيار الوطني الحر عندي اكثر من مرشح طبيعي وجدي يمكن، ويمكن احرج فيه الفريق الاخر، وبجي بقول لهم بعتبر القصه مزح، كمان هيدي اساءه للنواب. يعني ما بيصير اليوم بدك تحاسب، بدك تكون متوازن داخل تيارك، وبدك تحط مصلحة تيارك فوق كل اعتبار، ولكن اليوم انه والله لانه انت ما بدك سليمان فرنجي بسبب كيد شخصي او بسبب حقد شخصي او يمكن لحسد، ما في شيء. اليوم صار له جبران باسيل بهيدا الخط وينظر لهذا الخط 17 سنة، طيب شو عدا ما بدا اليوم؟ رح نحكي بهيدي التفاصيل كلها، اكيد رح نستكمل النقاش، وخصوصا انه كمان امبارح كان في كلام كتير مهم باتجاه حزب الله. البعض تصوروا مثل كانه عم يستجدي عوده العلاقه مع حزب الله، رح نفصله هلا، ولكن رح استقبل انا وياك، صار معنا جاهز النائب بلال حشيمي. سعادتك اهلا وسهلا فيك. الله يعافيك، شكرا جزيلا على الاستضافه. يا اهلا وسهلا فيك. مرحبا لك ولزميلنا خينا الريفي. اهلا وسهلا فيك. جان ايف لودريان جاي بكره على لبنان، ومعروف انه نهار الجمعه رح يكون في لقاءات مع النواب المستقلين. بدايه هل حضرتك توجهت اليك دعوه من قبل السفاره الفرنسيه للمشاركه بهذا اللقاء؟ لا، ما توجهت دعوه. هل تم توجيه دعوه؟ لا إلي. سألت لين عرف لمين توجه الدعوات، على أي أساس؟ عندك علم؟ أنا بهذا الموضوع ما بدخل، يعني رحم الله امرئ عرف نفسه فوقف حتى عند حدي. يعني أنا بعتقد أنه موضوع يعني صار أصبح واضح أنه بعد الجلسة الـ 12 يلي تبين أنه هناك قسم كبير من المسيحية، تلتين المسيحية تلاقوا على مرشح واحد هو جهاد أزعور، ومعهم كمان تقريبا عدد كمان من المسلمين يلي تلت المجلس التابع للمسلمين، يعني تقريبا بحدود 14 أو 15 واحد تلاقوا على. بعتقد هذه أعطت رسالة
الفرنسي بوضوح انه المبادره يلي قامت فيها قبل جهاد شو اسمه فرنسي نواف سلام ما فيها تكمل، لانه هناك راي عام مسيحي اتفق وتلاقى على مرشح واحد، وهني الطرف الاخر كان يدعي دائما انه يكون الممثل اي استحقاق له ارضيه وله ارضيه عند الطائفه تبعه. نعم. فلذلك بعتقد انا جهاد أزعور في الوقت الحاضر عنده الارضيه المطلوبه يلي كانوا عم بيدعي لها الطرف الاخر. نعم. اذا ملاحظنا مرانا بمراحل عده ودائما الطرف الاخر الممانعه بيحكي عن موضوع انه مين الاقوى، فلذلك الان الطرف المسيحي بجهاد أزعور يلي عم يرشح جهاد أزعور هو الاقوى على الساحه من ناحية رأس جمهورية. نعم. طيب أستاذ بلال، يعني حضرتك عم بتقول أنه جهاد أزعور ثبت أنه عنده الأرضية المطلوبة تحديدا مسيحيا وإسلاميا، بس ولكن هل هذه الأرضية ستستمر؟ أكيد امبارح سمعت كلام النائب جبران باسيل ومبين واضح أنه هو ما رح يكمل بمشوار بمواجهة قال أنه نتيجتها فشل، وبالتالي نعم لكن التلاقي المسيحي في عنده أجبية كبيرة وخصوصا بين القوى، يعني في قوى أساسية مسيحية تلاقت على المرشح واحد، أكيد في هناك مين بده يحاول جاهد لحتى يعرقل هذا التلاقي. إذا لاحظنا نحن من وقت ما استم هذا التلاقي هناك الفريق الممانعة ومن يلف حوله دائما عم يحكي انه هذا التلاقي تلاقي هش، تلاقي ما راح يستمر، تلاقي هذا يعني مؤقت والى اخره. بس امبارح دل هذا الموضوع بكلام الوزير جبران باسيل، يعني امبارح حكى عن لا ثقه بالقوات اللبنانيه. انا بدي على هذا، هناك التلاقي نعم، وهذا يعني انت بين قوى صار لها فتره طويله العلاقات متأزمة بين بعض، وهذا هذه المرحلة بإيجابية، وتم بذلك وضوح انه هذا التلاقي إيجابي من ناحية انتخاب تصويت للجهاد. نعم انا ماركي بخصوص انه الوزير جبران باسيل، هناك مشكلة عند الوزير جبران باسيل من ناحية عدم يعني كيف بدي اقول، انه دائما جبران باسيل عم بيذكرنا بالماضي وبيذكرنا بالامور يلي ادت لانه يكون هناك صراع بين القوى المسيحيه وغيرها. فانا بعتقد اتمنى انه بما انه صار في تلاقي، وهذا التلاقي بحاجه له البلد وبحاجه له الشعب اللبناني وخصوصا لانتخاب رئيس، ان ننسى نحن ننسى نتغاضى عن امور هل مرت علينا ونستمر يعني نلتقي على كلمة لناحية بلورة أمور وانتخاب رئيس جمهورية. بالوقت الحاضر ما فينا نقعد نذكر بعضنا، لأنه أكيد تذكير بعضنا بالمآسي اللي حصلت في الماضي قد يساعد على ضعضعة التلاقي أو ضعضعة الاتفاق يلي صار. اللقاء او التلاقي اللي صار بين القوى المسيحيه، وحتى كمان تلاقي صار بين المسيحيين وبين بعض المسلمين. نعم. سؤالي سعادتك محدد ومباشر، هل من بعد كلام النائب امبارح جبران باسيل، هل برايك دعم جهاد أزعور سيستمر او حتى ترشيح جهاد أزعور سيستمر؟ يبدو انه صار في مشكله عند النائب بلال الحشيمه، رح اكيد نظبط المشكله التقنيه ونعود لها. واضح استاذ غسان انه عارفين انه ما في ثقه متبادله بين اطراف التقاطع، ولكن هيدي الاشياء اللي بعدهم متمسكين فيها ومستمرين فيها. يعني اكبر خطا عم ينحكى فيه بانه وكانه تظهير الاستحقاق الرئاسي بانه هو استحقاق مسيحي، انه جهاد أزعور اخذ اكثريه مسيحيه و15 صوت مسلم. طيب سليمان فرنجيه اخذ 15 مسيحي واكثريه مسلمه. طيب يا بدنا نجي، هل نحن اليوم عم نشتغل وفقا للمجلس الملي؟ واذا كان رئيس الجمهوريه
اللي بده يجي بس اللي بده يرضوا فيه المسيحيين، ما بقى في داعي نعمل انتخابات. خلينا نسكر مجلس النواب ونروح. لا بس كان في إيجابية بكلام سعادة النائب بلال الحشيمي، بسبب أنه نحن كنا ما قبل جلسة 12 كنا دايماً عم نسمع إجماع مسيحي، يعني هلأ قال أنه الثلثين، يعني هيدا الشيء كسر فكرة الإجماع المسيحي على مرشح واحد، وتم الاعتراف أنه حتى المرشح الآخر تماماً هذا اللي عم تمثيل مسيحي. هيدا اللي عم أحكيه، يعني أنه 15 مسيحي بيوازوا هن كمان ربع المسيحيين. نعم. الموجودين. نعم. مثل ما جهاد أسعور أخذ ربع المسلمين. نعم رح نستكمل معه، صار جاهز النائب بلال حشيمي. سعادتك كنت عم بسألك بوضوح، ما بقى كتير رح أخذ من وقتك، هل استنادا على كلام النائب جبران باسيل امبارح، هل برأيك ترشيح جهاد أسعور هو أساسا بالأول سيستمر بترشيح نفسه، وهل هذا التقاطع سيستمر للجلسة المقبلة أو خلص؟ أنا بعتقد لازم يكون في استمرارية بترشيح جهاد أسعور، لأنه ما عاد فينا نجي كمان نطلع بمرشح ثالث. مثل ما بيحكي السيد ريفي أنه نعم الطرف الآخر حصل على 15 صوت مسيحي وقسم كبير من المسلمين، وهذا نعم ننظر له بطريقة إيجابية، ولكن هذا بدي أقول للطرف الآخر أنه كمان علي أنه يكون في تنازل من ناحية عدم فرض أنه يا مرشحي يا الفراغ، يا مرشحي يا الأزمة تستمر، يا مرشحي يا شو اسمه معاناة الشعب اللبناني يستمر. أنا مع هذا الموضوع، ولكن مثل ما هلأ عم يدعو للحوار فليتفضلوا يعطوا شيء للحوار. المعارضة عطت شيء إيجابي من ناحية أنه كان عم يحكوا بموضوع ميشيل معوض أنه شخصية تحدي أو مرشح تحدي، مرشح غير جدي، اتسطر. هذا الشخص غيرنا وطلقت كل القوى على المسيحية، على أصرب بين القوى، على جهاد أسعور. فكان في هناك مبادرة للطرف الآخر، ولكن الطرف الآخر ما زال مصر على مرشحه. طب بس ما فيكم تقصوا أي مرشح أستاذ بلال، يعني هيدا اسمه إقصاء. نعم. ومنه عدل أنه تفرضوا إقصاء مرشح، مثل ما هو منه عدل يفرضوا عليكم مرشح لإلكم. نحن مش عم نفرض شيء، بس نحن عم نقول روان نحن عم بيحكوا بالحوار، فليتفضلوا انه شو في عندهم للحوار. ما بدهم حوار، ما بين شيء، بس كانوا عناوين انه في نحن بندعي للحوار. حوار على شو؟ في مواضيع اساسيه خلينا ندخل فيها. نعم. بس انا بعتقد انه الحوار ما راح يكون في حوار بدون ما يكون في رئيس جمهوريه، هو اللي داير الحوار، ما حدا ثاني. نعم. اذا نحن مزبوط بدنا نوقف كلنا سوا وبدنا نحل أزمة اللبنانية، لازم نجي على المجلس وننتخب رئيس جمهورية. مين ما طلع ما عندنا مشكلة، هم عم بيقولوا انتصروا، وانتصارهم كان انتصار إلهي، بعد شوي انتصروا بفوز على بأخذ 51 صوت. عال مبروك عليكم، خلينا نكمل الجلسة الثانية ونحن منبارك لكم، بس كملوا الجلسة الثانية. ما فينا نعمل انتصارات وهمية على العلن انه والله نحن انتصرنا واخر النهار نفرض نرشع علينا صيغه معينه وندعي للحوار. لا، نحن مستعدين للحوار، بس يتفضلوا يعطونا على شو بدنا نحاول. نعم. لانه الحوار ما كثير حوار. هن عم بيقولوا لك، يعني طلع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وقال انه رح يتحاوروا على رؤيه رئيس الجمهوريه على كيفيه التعاطي مع الحكومه وشكل الحكومه والعناوين الاقتصاديه، ولكن هيدا موضوع اخر، لان يبدو انه كمان السياسه هي اللي ما عم بتخلي الحوار انه يكون قائم، لانه الفريق بده يقصي فريق مرشح الفريق الثاني، وكمان الفريق الثاني بده يفرض مرشح على الفريق الاول. ولكن سؤال روان، نحن ما بدنا نقصي حدا، كل واحد له حق يترشح، بس من حق الشعب اللبناني انه ينتخب المرشح اللي بيناسبه. نعم. بغض النظر عن العدد، في عندنا 51 صوت او 51% من الشعب اللبناني قرر انه ينتخب جهاد أسعور. نعم. او قرر انه ينتخب الوزير فرنجيه، فليتفضلوا. نحن ما مسكرين المجلس، نحن عم ندعي لفتح المجلس، خلي يكون الامور العمل الديمقراطي. نعم. بامتياز. سعادتك بسؤال اخير، يعني الجلسه المقبله ستصوت لجهاد أسعور حضرتك؟ نعم رح صوت، شو خلص ما فيش عندنا غيره بالوقت الحاضر. انا بلاقي الرؤيه
لإنقاذ هذا البلد هو مع زيادة أسعور. نعم. فأتمنى على الطرف الآخر أن يبادر ونشتغل كلنا سوا لمصلحة البلد. نعم. مش لمصالح ضيقة، وخصوصا بالوقت الحاضر يلي اللبنانيين في أزمة كبيرة. أنا بلال حشيمي، أنا بدي أتشكر كثير إطلالتك معي اليوم، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. ونورتنا. أستاذ غسان عم يحكي عن الحوار، المطلب الجميع الحوار، ولكن يمكن المضمون عم يختلف بين فريق وآخر. هل برأيك هذا الحوار ممكن أن ينفذ بالمرحلة المقبلة، أو بدها تكون رعاية دولية لهذا الحوار؟ هلا صار في دعوات كثيرة للحوار وكلياتها جوبهت بالرفض. نعم. يعني حتى البطريرك الماروني أخفق في إقناع الفريقين المسيحيين بتلبية هذا الحوار، واستبدل هذا الأمر بصلاة، وأعتقد بأنه آثار الصلاة خلصت مع خروج النواب المسيحيين من بيت عنيا. أنا اللي بس بدي أشوفه أنه ليش عم يكون في، يعني ليش تمسك الثنائي مع الحلفاء بسليمان فرنجية عما يعتبروه عملية فرض. من حق كل فريق أن يتمسك بمرشحه. يعني بمرشحه. طبعا اليوم لما بيكون في فريق متماسك منسجم مع نفسه عم يطرح مرشح، أفضل بكتير ما يكون بين أفريقا لا في ثقة بيناتهم ولا حدا متبنى هيدا المرشح، ومعروف أنه ليش عم يرشحوه. يعني أنا بدي أقول لك أكثر من هيك، يمكن لو شعر الفريق الداعم لأزعور بأنه بالجلسة الثانية هو بياخد 65 صوت وبيصير رئيس جمهورية فعلي، أنا بعتقد كانوا هن عطلوا النصاب، لأنه ما حدا بده إياه، لأنه هو اليوم عنده مهمة محددة وكان في خطة محددة بمجلس. شو هي هيدا اللي وصفها الرئيس بري أنه كانت أنا كتبت خطة خطيرة جدا؟ خطة الخطيرة أنه كان في إمكانية، يعني إذا بتلاحظي الهستيريا اللي طلعوا فيها بعض النواب من جلسة 12، لأنه فشلوا في تحقيق حلم كان يراودهم، وهو حصول جهاد أزعور على 65 أو 67 صوت والدخول في الاجتهادات الدستورية بأن هذه الجلسة هي جلسة 12 وبالتالي هي مكملة للجلسات، والنصاب فيها 86 نائب والفوز يكون ب 65، وستخرج بعض الكتل النيابية كانت لتعلن جهاد أزعور رئيسا. وطبعا الخبراء الدستوريين كانوا موجودين وكانوا محضرين، كان في قضيين من المجلس الدستوري يعني كمان، يعني حضورهم كان غريب، وسائل الإعلام تبعيتهم كانت محضرة حالها، الشارع يمكن كان محضر حاله، كانوا بوقتها ممكن ينعمل أزمة كبيرة بالبلد. ساعتها بيقولوا نحن نتخلى عن الرئيس إذا بتعتبروه غير شرعي مقابل التخلي عن سليمان فرنجي. هذا المخطط أنا برأيي ما نجح، والحمد لله اللي ما نجح، لأنه كان ممكن يودي بالبلد لأزمة يمكن كنا نعرف كيف تبتدي، ولكن أبدا ما في حدا يتكهن بالتداعيات تبعيتها. ونحن شفنا أنه قبل بيوم تدفق الأصوات اللي إجا لجهاد أزعور وخروج بعض النواب عن صمتهم ليقولوا بأن هناك تدخلات وهناك ضغوطات وممارسات غير أخلاقية مورست على بعض النواب للضغط عليهم للتصويت لجهاد أزعور، يؤكد بأن هذه الخطة كانت محكمة. نعم. وطبعا كان البلد فتنا بأزمة يمكن تتجاوز بكثير الفراغ الرئاسي، ويمكن كنا ذهبنا لتوترات أمنية ما حدا بيعرف شو كان ممكن تؤدي. طيب بس امبارح كان من اللافت أنه الوزير جبران باسيل ما قال أنه هو ما بيشارك بهيك خطط، هو ما عم يشارك البلد. بس مين كان محضر له؟ يعني يمكن القوات اللبنانية، لأنه شفناهم كيف كانوا طالعين بشكل هذا وحضروا له قبل، حتى في الناس يعني في نواب من التيار الوطني الحر حكيوا بهذا الأمر أنه هيدي الجلسة فيها، وبعض التغييريين أيضا أنه هيدي الجلسة هل هي يعني ب 65 صوت أول دورة ولا ب 86 صوت. بس دايما السؤال لما يكون في مؤامرة بهالحجم
عم تتحضر للبلد، دائما بنسأل مين الراعي الدولي لها؟ كان في راعي دولي، كان في غطاء دولي لهكذا مؤامرة عم تخطط لها؟ هلا واضح تماما يعني انه من كل النواب يلي تعرضوا لضغط، في ضغط داخلي كان، وفي كان يعني مثل ضغط خارجي مترافق مع ضغط خارجي. كان في حديث يمكن انا ماني موجود معهم، كانت بهذيك الليله لا اعرف، ولكن في حديث انه كان في ضغط امريكي كبير جدا بمعاونه قطريه بانه يضغطوا على هؤلاء النواب، اكيد يمكن مش بالمباشر، يمكن بالواسطه، يمكن باكثر من وسيله، حتى نوصل ل 67 لجهاد أزعول. لأنه لما يعلن جهاد أزعول رئيس مثل ما قلت، ممكن كتير يروح البلد على محل تاني، تصير تخرب الدنيا، يصير في تسوية، ساعتها ينجح جهاد أزعول في قطع الطريق فعليا على سليمان فرنجية. ولهذا الغرض رشح جهاد أزعول، لا ليطلع رئيس جمهورية، ولكن لكي يقطع الطريق. وهذا المخطط تتوقع أنه يسحب ترشيحه الوزير جهاد؟ يعني اللي بيسمع هيدا الكلام من جبران باسيل، واللي بيسمع هيدا الكلام من بولا يعقوبيان، بيسمع هيدا الكلام من النائب ميشيل معوض، طيب يعني أكيد يعني لازم هو يراجع حاله. هذا الأمر بيرجع لقله، ولكن هو اليوم مرشح تقاطع. التقاطع لا يثق به ولا يتبنى أي شيء من طروحاته، وهذا التقاطع لا يثق يعني لا يثق بنفسه أيضا أو ببعضه البعض. نحن شفنا كيف يعني مثلا كيف جبران باسيل تعرض كمان من القوات اللبنانية ومن الكتائب لكثير من الإساءات عندما قالوا بأن الوزير جبران باسيل لا ثقة به. ودكتور سمير جعجع قال عبر تغريدة بأنه إذا تراجع عن أزعول سيدفع الثمن غاليا، يعني في تهديد وفي لا ثقة، وأجبروه بأنه هو أول من يعلن عن ترشيح جهاد أزعول. وبالتالي طيب يعني لما بتشوفي أنت أنه إجا جبران باسيل دخل مع جماعة غير موثوق فيهم، غير موثوق في منهم، وعم يخونوا وعم يخونوا، في حين كان جبران باسيل مع فريق معزز مكرم مدلل موثوق فيه، كان ما يرفض له طلب. رح نحكي عن حزب الله هلا اكيد، لان هذا يعني الكلام الابرز امبارح كان بمقابلته، ولكن في عندي رد من النائب قاسم هاشم يبدو على النائب بلال حشيمي، قال يبدو ان البعض فهم خطا الدعوه للحوار والذي كان حصرا للبحث في الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما كان دعا اليه الرئيس بري، وذلك حول المواصفات والتي كان من الممكن ان تنطبق على شخصيه أو أكثر، وما كان سيتم التفاهم عليه يتم الذهاب به لصندوقة الاقتراع ويقبل الجميع بالنتيجة لأنه نتاج توافق على آلية. يعني هذا عم بأكد أنه هني مش فارضين رئيس على حدا، بس كمان ما فيهم حدا يقصي حق لألون أنه يرشح ويدعم حدا. إذا بدك تجي تشوفي المعركة مش معركة فرض، المعركة معركة تعطيل وإقصاء. نعم، يعني اليوم هلا بيطلعوا بيقولوا انه والله الثنائي او النواب اللي داعمين لسليمان فرنجية عطلوا النصاب. طيب لو كان سليمان فرنجية بالدورة الثانية بياخد 65 صوت كنتوا حتدلوا؟ مش حتعطلوا النصاب. يعني العملية عملية تعطيل بتعطيل. واللي طلع من هيدي الجلسة بانه اي فريق لا يمكن ان يصل الى 86 صوت او ان يكمل النصاب بمفرده. لذلك قال الرئيس بري في تلك الجلسة الحوار ثم الحوار ثم الحوار. وطلع الدكتور سمير جعجع ليقول بأنه هيدا الحوار لا جدوى منه. طيب كيف منعمل رئيس جمهورية؟ كيف منجيب رئيس جمهورية؟ هيك إذا دلينا هيك من دل يمكن بتخلص ولاية المجلس
وما بنعمل رأي جمهوري. طيب امبارح حكي توجه للسيد مباشرة لسماحة السيد حسن نصر الله، قال انه السيد بيقول انه التفاهم ما بيتضمن اتفاق على الرئاسة، وهذا الشيء مش صحيح لانه بالممارسة قال كان لازم يتضمن هذا الموضوع، وقال انه انا ما عم صدق انه نروحوا 17 سنة بشهر وكرمال شو وكرمال مين. يعني اولا رسالة الى السيد، ثانيا يعني رسالة ابدا منا حلوة لسليمان فرنجي. مين يعني كرمال سليمان فرنجي؟ قدم لهذا المحور، قدم لحزب الله، وهلا عم يعاقب داخليا لانه محسوب على هذا المحور. وبالتالي هل حزب الله يمرر هكذا كلام بحق سليمان فرنجي؟ يعني بدها تكون القصة بالقلب. يعني نحن انا بدي اسال النائب جبران باسيل، هل يستأهل تقاطع يلي دخل فيه انه يضحي بعلاقته مع حزب الله؟ هل يستأهل هذا التقاطع ان يصدع تكتل لبنان القوي؟ هل يستأهل هذا التقاطع ان يقسم التيار الوطني الحر؟ بس هيدي خطوة لست سنين لقدام، يعني كمان رئاسة الجمهورية منه استحقاق عابر. أكيد لإله، أكيد ما مش عم أقول لا، ولكن اليوم لما عم يحكي عن موضوع التفاهم، يعني ما بيقدر اليوم جبران باسيل، هو اعتبر أنه التفاهم تم خرقه من حزب الله وخرب الدنيا، وحكي بالشراكة لما حزب الله راح اجتمع، يعني راحوا وزراء واجتمعوا بالحكومة لتلبية مطالب الناس. نعم. اعتبر بأن هناك خرق وهناك عدم احترام للشراكة. نعم. كيف بده من حزب الله ما يعتبر أنه في خرق للتفاهم، وهو اليوم كان بحلف معه وخرج عن هذا الحلف ويحارب الحزب بمرشحه ويمنع هذا الخط الذي انتمى إليه 17 سنة واللي استفاد منه واللي عمل نفوذ من خلاله واللي وصل عمه ميشيل عون على رئاسة الجمهورية واللي عمله على شوي رئيس ظل، أنه ما يخرق التفاهم. شو التفاهم بالنسبة لك؟ لقاله أنه هل التفاهم يخرق لأن حزب الله شارك باجتماعات الحكومة ومنا مستاهل أنه يخرق كرمال رئيس جمهورية لست سنوات؟ هذا الكلام مردود عليه. رح نستكمل هذا الموضوع لأنه كمان في رسائل كانت متطايرة امبارح كمان للرئيس نجيب ميقاتي والحكومة، رح نفصل هذا الموضوع، ولكن رح استقبل أنا وياك كمان هالمرة النائب أديب عبد المسيح. سعادتك أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية أنت وضيفك العزيز على قلبي كتير. أهلا وسهلا فيك. بدي بلش معك من جلسة امبارح، لأن كان امبارح كتير فائع وجودك بقاعة مجلس النواب والجلسة التشريعية، على الرغم من أنه أنا بعرف موقفك أنه مصلحة الناس عندك فوق كل اعتبار، ولكن انطلاقا من هون امبارح خرقت موقف أو غردت خارج سرب موقف قوى المعارضة أولا وكتلة التجدد ثانيا. هل هذا التسريب أو التغريد خارج السرب رح يستمر لمرحلة ما بعد رئاسة الجمهورية؟ أولا ست روان ما تنسي أنه هذه المعارضة بتكوينها معارضة متنوعة، معارضة مشكلة من عدة أفرقة، فيها أحزاب وفيها ناس يتقنون السياسة من زمان وفيها ناس مستقلين مثل جداد وعندهم رأيهم الحر. نعم. مش ضروري نتفق على كل شيء، لكن بالعناوين الأساسية نحن طبعا في عنا اتفاق وفي عنا توجه سياسي معين. ضمن هذا الاختلاف أنا لقيت أنه امبارح الجلسة وجودي بالمجلس وليس في الجلسة تكون يعني دقيق، هو توصل رسالة أنه نحن مش ضد الناس ونحن مش ضد كل شيء بيتعلق بأمور الناس، لكن الأولوية تبقى بإيصال رئيس جمهورية اللي هو الاستحقاق الأهم. نعم. في البلد، ولا شيء يجب أن يشرع عدم وجود رئيس جمهورية بلبنان. نعم. يعني هذه كانت الرسالة، لكن بنفس الوقت كانت أنه كمان أنه نحن مع الناس ومع حاجات الناس ونحن منتضمن
مع الناس، لكن للأسف بالوقت الحالي يجب أن تصب كل يعني الجهود انه نوصل رئيس جمهوري. نعم، بس سعادتك سؤالي يعني مباشر رح يكون، لان امبارح سمعنا كلام النائب جبران باسيل عم بيقول انه ما في عاقل بكمل ب يعني معركه او مواجهه نتيجتها فشل، وبالتالي لمح الى خلص صارت مرحله جهاد أزعور مرحله سابقه. هل حضرتك مستمر بدعم جهاد أزعور أو عندك كمان نظرة أخرى لموضوع الاستحقاق الرئاسي؟ الجواب حيكون كمان مباشر وشفاف وصريح وبسيط. نحن متقاطعين مع التيار الوطني الحر على اسم واحد هو جهاد أزعور. طالما لم نتقاطع على اسم ثاني طبعا الحكمة تقتضي أنه نضل بجهاد أزعور، ماشيين بجهاد أزعور، وهذا ما سيتم فعله. كل شيء وما في اسم ثاني قادرين نجيب له فوق 59 صوت ما رح يكون فيه حتى ولو هو ما مشي بجهاد أزعور. نعم، حتى لو التيار الوطني الحر مشي يعني بطل ماشي بجهاد أزعور، لأن امبارح كان كلامه واضح. لا، هو إسه ما تبنى غير جهاد أزعور. التيار الوطني الحر لن ينطلق إلى اسم ثاني طالما في اتفاق مع المعارضة، وطالما ما في تقاطع على الاسم الثاني مع المعارضة. بقى بدنا نفتش إذا بده يصير فيه اسم تاني، بدنا نفتش عليه، بدنا نتفق عليه، وبعدها حنروح بالاتفاق مثل ما عملنا بجهاد أزعور. لكن اليوم أنا بأكد لك أنه ما زال التقاطع المعارضة مع التيار ماشي بجهاد أزعور. امبارح بهيك زواريب المجلس كان عم ينحكى انه ممكن يكون في لك مبادرة او ممكن تخطي المرشحين وتبلشوا تبحثوا عن مرشح ثالث توافقي، هل صحيح عم بتقود هكذا مبادرة جديدة؟ صراحة ايه عم بحكي فيها. أوكي. لكن اسا ما تبلورت لانه بدها يعني ما انك مقتنع باسم جهاد أزعور استاذ اديب؟ لا طبعا مقتنع فيه، وقلت لك ما بتخلى عنه الا ما يكون في اسم ثاني. اوكي، اكيد. اوكي، لكن تجيبي التوافق الكلي صار لازم بتصور الافرقاء كلها تحكي مع بعضها، لكن تحكي مع بعضها مش على اساس تسوي وعلى اساس هيمنه فريق على فريق. وما بدنا، انا اليوم قلتها بصريح العباره انه الموضوع والخلاف صار اعمق من انه بس نحكي برئيس جمهوريه. نعم، صار العلاج يعني جبنا رئيس جمهوريه، كيف بكره حندير الدوله؟ كيف بدنا ندير الدوله بمنطق مؤسسات؟ كيف بدنا نديرها بدوله قانون؟ ما المشكله لسه اعمق من هيك بين الافرقاء، ومبينه بالديد لوك الموجود بالبلد. نعم، اذا صار لازم نفتش على مبادره يمكن افضل يكون فيها باكج ديل. انا هيدي فكرتي من الاساس. نعم، واضح انه ما عم نوصل لمحل بفكره بس ايصال. نعم، رئيس جمهوري. ولكن لقيت قابليه من الفريق الاخر التراجع عن دعم سليمان فرنجيه؟ لا. مثل ما المعارضه لم تتراجع الان اقله علنا عن جهاد أزعور، كمان الفريق الثاني لن يتخلى بسهوله عن سليمان فرنجيه ما لم يكن هناك بديل على صعيد وطني، يعني على صعيد باكج دين تقدر تمشي فيه وتنجح فيه. نعم، ويكون عنده الاغلبيه الساحقه يعني فوق ال 86 صوت. ما هو سعادتك المشكله انه ما بقى في غيركم وغير القوات متمسكين بالوزير جهاد أزعور. يعني الوزير جبران باسيل طلع حكي امبارح، واللقاء الديمقراطي كمان موقفه معروف انه المرشح لهذه الدوره وفقط تماشيا مع التقاطع المسيحي. يعني ما بقى فضلتوا انتوا بس بدعم جهاد أزعور. ست روان، ما عندنا غيره، يعني ما في غير جهاد أزعور. وانا برجع بقول لك التيار لم يتخلى عن جهاد أزعور. نعم، ولو شو ما حكي يمكن ما بعرف بالسياسي ما بده يفكسها كثير مع حزب الله التيار الوطني الحر. نعم، بده يكون خطابه يمكن ناعم، لكن لم يتخلى للان عن
جهاد أزعور، وتطمني لن ينتخب التيار ولن يوافق على سليمان فرنجيه. معروف امبارح كمان كان واضح بهذا الخصوص. سؤال اخير سعاده النائب، هل حضرتك من بين المدعوين من النواب المستقلين للقاء لودريان، وماذا سيكون اللقاء مع لودريان برايك؟ نعم انا من المدعوين، وبالمبدا اللقاء سيكون نهار الجمعه. انا بقدر انه لودريان هلا بالوقت الحالي ما عنده شيء يعرضه، بعتقد جاي يستطلع اكثر من الافرقاء اللبنانيين، وحسب معرفه حيكون عنده زيارات متتاليه. يعني برايي هذه جوله استطلاعيه اولى، وللاسف بغض شو رح تطلب منه حضرتك كنائب مستقل؟ شو السؤال روان؟ شو رح تطلب منه حضرتك كنائب مستقل بما يخص الملف الرئاسي اللي هو جاي كرماله؟ هلا انا افضل ما احكي وما اخطر، لانه انا يعني حاله لا يتدخل اصلا، لانه انا ضد اي تدخل دولي بامر سيادي لبناني، وانا هذا موقفي واضح. والحمد لله ما اجينا هلا من برا الا الخير، صرنا سنتين ثلاثه. اذا انا مع لبنان هذا الاستحقاق، ونحن فينا سوا اذا تركنا الجلسات مفتوحه نقدر نوصل رئيس، ويلي بيطلع ان كان سليمان فرنجيه او جهاد أزعور او غيره نحن كلنا من هني. نحن بدنا الديمقراطيه ورايحيه الدستور تطبق في تحت قبه البرلمان. النائب اديب عبد المسيح، انا بتشكر كثير اطلالتك اليوم ببرنامج هنا بيروت، شكرا كثير لك، وشكرا على رحابه صدرك وعلى انفتاحك وعلى انفتاحك على الاساليب الديمقراطيه كمان، بما انه انت رح تهني الرابح مين ما كان حتى لو كان مش من فريقك. شكرا كثير لك. استاذ غسان، شو بتلاقي من بعد يعني بعد في هذا الجو العام اللي هو ضد سليمان فرنجيه، ولا ممكن يكونوا مع سليمان فرنجيه، وبالتالي هذا المشهد السياسي الداخلي منغلق تماما؟ بدنا ننتظر يعني اخر الكل، لابد من مبادرات جديده. يعني نحن شفنا بال 2016 يعني كان سليمان فرنجيه معه 70 صوت لو نزل على الجلسة، وكان العماد ميشيل عون معه 40 صوت، وآخر الكل مشيت القوات اللبنانية مع العماد ميشيل عون بشكل خارج عن المألوف وخارج عن الطبيعة، وضرب لكل السنوات الماضية من الخلاف، وكمان الرئيس سعد الحريري مع وتيار المستقبل مشي معه. نعم. يعني ما كان حدا يصدق أو يخطر على باله خلال السنتين ونص من الفراغ أو الشغور أنه القوات والتيار المستقبل يمشوا مع الرئيس. نعم. هون نحن اليوم بعدنا يمكن على الأول 8 أشهر، نحن متعودين على السنتين والسنتين ونص، فالأمور بعدها يعني التطورات اللي صايرة بالمنطقة بعد يمكن ما نضجت، كل يوم عم تنضج أكثر وأكثر أو عم تتظاهر أكثر وأكثر، وبظن أنه بالنهاية كل تيار سياسي بلبنان عليه أن يقرأ جيدا هذه المتغيرات، وأن يقرأ التقاطعات اللي حتكون بالمنطقة، وأن يقرأ مصلحة لبنان. يعني اليوم ليش يعني هلأ في حديث بأنه فرنسا يمكن مع تبديل دوريل والأتيان بلودريون أنه هي غيرت موقفها من سليمان فرنجيه. بعتقد أنه يعني الدول ما بتغير موقفها بهيدي السهولة. بعدين رغبة فرنسا بسليمان فرنجيه منا نابعة من حب لسليمان فرنجية وغرام مع سليمان فرنجية، البعض يقول إنما أنه نابعة عن مصلحة من الثنائي الشيعي تحديدا بموضوع مصالحها بلبنان. أنه لا هيدا كلام سمير جعجع بأنه اتهم فرنسا بصفقة. نعم. وأنا بعتقد هيدي هو بيتحاسب عليها بينه وبين فرنسا، ولكن فرنسا اليوم تقرأ التطورات بالمنطقة وترى بأن هذه التفاهمات تحتاج إلى شخص مثل سليمان فرنجيه. يعني اليوم رواند، نحن اليوم قدامنا 3 ملفات أساسيين بالعهد الجديد.
النزوح السوري والتهريب عبر الحدود والترسيم البحري والبري. عندنا اليوم الرئيس بشار الأسد ذهب إلى القمة العربية معزز مكرم، وذهب إلى الإمارات واستقبل ب 21 طلقة مدفعية، وعاد إلى الجامعة العربية. طيب، هل كل هذه الإيجابيات المتعلقة بسوريا والملفات المتعلقة بين لبنان وسوريا يمكن أن تقبل برئيس معادي لسوريا؟ هل يمكن أم تحتاج إلى رئيس يمكن أن يقف؟ جو العام هلا عم بيقول انه حتى القوات، يعني النائب انطوان زهره جمعه الماضي قال معي انه ما عندهم مشكله اذا رئيس الجمهوريه طلع على سوريا. انا حقلك اكثر من هيك، الجو العام يعني عم انا حقلك اكثر من هيك، وانا اليوم كاتب شيء بهذا الاطار. في نقاش جدي داخل اروقه القوات اللبنانيه بانه حان الوقت لترتيب العلاقه مع سوريا. هذا النقاش بعده باطار الافكار، بعده باطار الهمس إذا جاز التعبير، ولكن في حكي جدي بأنه الرئيس الأسد تجاوز هذه المرحلة، عاد إلى الجامعة العربية، حضر القمة العربية، وخلينا نظبط وضعنا معه هلأ يمكن يكون أسهل بكتير من المرحلة المقبلة. وفي بعض الطروحات اللي طرحت باجتماعات ضمن القوات اللبنانية بأن هناك قطار انطلق بمسيرته، من يركب به يصل إلى الأمام، نعم، ومن يبقى في المحطة سينتظر طويلة. نعم، بآخر 8 دقائق بدي أحاول سرع شوي بالأسئلة، لأن في أكثر من شغلة بدي أسألك عنها. أول شيء، اليوم البعض يقول أنه ارتفعت أسهم قائد الجيش، وخصوصا أنه لودريون جاي كمان رح يلتقي قائد الجيش، والقطري يعني من يومين كان الوزير جبران باسيل بقطر، ومعروف المزاج القطري باتجاه قائد الجيش. هل سنصل بالأخير إلى هذا الحل؟ يعني قائد الجيش مرشح جدي طبيعي مطروح مقبول من كل الأطراف، عنده مشكلة واحدة وهي تعديل الدستور. ما بعرف إذا بيكون آخر الكل التسوية بتوصل لعنده، ولكن أنا شايف هذا الأمر بعده بعيد جدا. يعني في حال يمكن بقينا لأول السنة الجديدة من دون رئيس وبحالة شغور، ممكن يبنى على الشيء مقتضى، ولكن بعتقد أنا يستبعد الانتخابات النيابية المبكرة وفق طرح نائب الياس بوصار. يعني هلأ يمكن ما حدا عم يفكر فيها، ولكن اليوم لو تصير هيدي الانتخابات وبظل اللي صاير بمجلس النواب، بعتقد حزب الله لديه مصلحة كبرى بهذه الانتخابات، لأنه تحالفاته و ابتعاد التيار الوطني الحر عنه يمكن بيقدر يجيب 9 أو 10 نواب لإله زيادة، فبيصير سليمان الفرنجية ينطلق من 61 صوت. طيب، كمان بموضوع الهجوم على الحكومة، كان واضح امبارح انه نفس الوزير جبران باسيل عم بيصور الرئيس نجيب ميقاتل مثل كانه هو اداه بيد حزب الله، عم يستخدم حزب الله الملف الحكومي واجتماعات الحكومه من اجل الضغط على جبران باسيل ليمشي بمرشحه. هل فعليا هذا الموضوع يعني واقعي؟ جبران باسيل شايف من الحكومه كل شيء سيء باستثناء انه هي عم تلبي مطالب الناس، وبيتعاطى مع هذه المراسيم 627 وهذه الحكومه يعني يتعاطى معها على القطعه. لما تراجعت الحكومه عن التوقيت الصيفي اثنى عليها، يعني هي الحكومه دستوريه. لما طلب من الرئيس ميقاتي ان يوقع مرسوم التجنيس، كانت هذه الحكومه شرعيه لانه بتصب بمصالحه. لما ناقش الحكومه بمجلس النواب وراح حضر وقت تاجيل الانتخابات البلديه، حتى جلسه امبارح تحولت الى مساءله حكومه بموضوع الموازنه. يعني لا، بس بالنهايه وقال لهم الرئيس ميقاتي خلال اخر حزيران حيتم، ما عم يقدروا يكمشوا على الرئيس ميقاتي شيء. بس انا اليوم اللي بدي اساله، ماذا لو لم يكن هناك حكومة لتصريف الأعمال في الوقت الحالي؟ شو كان مصير البلد؟ يعني اليوم أوكي نحن ما يمكن
تجاوزنا الانهيار، لأنه بهيك كتل سياسية وبهيك تيارات سياسية مستحيل أن نتجاوز الانهيار، لأنه كل واحد حاطط مصلحته قبل مصلحة البلد. ولكن اليوم وجود الحكومة عم تخلي النواب يداوموا بوزاراتهم، عم يحلوا مشاكل الناس من خلال وزاراتهم. سعر الدولار اليوم صرنا 3-4 أشهر ثابت على وتيرة معينة، الوضع الأمني مستقر وجدا يعني مهم هذا الأمر من شان موضوع السياحة. هناك موسم سياحي واعد. طيب لو لم تكن هذه الحكومة موجودة شو كان ممكن يصير بالبلد؟ وهيفكر جبران باسيل انه والله الرئيس مئاتي مرتاح ومبسوط انه هو عم يحكم. الرئيس مئاتي اليوم عم يشتغل اوفر تايم. اليوم الرئيس يعني بعدين في تناقض بموضوع الحكومه بشكل غير طبيعي. بيجي جبران باسيل لما بده وغيره من القيادات السياسيه بيجوا بيحملوا الحكومه مسؤوليه عدم العمل والتقصير في العمل وعدم معالجة الأمور. لا هنا عم يتقلوا موضوع الجدول الفضفاض. وبنفس الوقت خلاص اليوم رواند لما بدي يكون عم عطل انتخابات رئيس الجمهورية هذا يعني بأن الشغور سيستمر. وإذا الشغور سيستمر أنا ما بقدر إلا ما أعمل مساكنة مع هذا الشغور واتماشى مع هذا الشغور بأنه خلاص لبي مطالب الناس. ما بقى في شيء عند الناس فضفاض ولا غير فضفاض. ما بقى كل الأمور اليوم رايحة على أهمية معينة. وبالتالي الرئيس مئاتي يلي بده يمشي أمور البلد ما بقى فينا نعطل الناس. منا عبيد عند التيارات السياسية والكتل النيابية حتى تقعد تنتظر وتحط إيدها على خدها وتجوع وتموت وتعرى وتموت على أبواب المستشفيات لأنه ما عندنا رئيس جمهورية. ما عندنا رئيس جمهورية، هذه مسؤولية الكتل النيابية يلي موجودة. أما الحكومة فعم تقوم بواجباتها وفقا للدستور. والثاني بقول بالحد الأدنى لأنه اليوم الشعب اللبناني يحتاج إلى كل الخدمات وإلى كل التقديمات. ومبارح لو ما انعملت هذه الجلسة واللي ما بعرف كيف إلهم قلب بعض النواب قاطعوا هيدي الجلسة، لأنه لو تعطلت هذه الجلسة كانت الناس عيدت من دون رواتب. فما في مسؤولية وطنية عند أكثرية التيارات السياسية أنه الناس تموت على أبواب المستشفيات. شو على إذا ما عندنا رئيس جمهورية؟ لا، منه مسموح. أنت منك ما حدا ملكك أمر هيدول الناس. هيدول الناس انتخبوك حتى تخدمهم. أنت بتشتغل عندهم، النواب بيشتغلوا عند الناس، هن كلفوك لأربع سنين عم تقبض معاش لأنك عم تخدم. ما بعرف مين خلى أنه يعني خلى التيارات السياسية وكأنها عم تستعبد الناس بهذا الإطار. هذا الأمر منه مسموح. نعم. وبدي أرجع أقول لك كمان شغلة تانية لها علاقة يمكن بشغلة صارت معك بمجلس النواب بالتعاطي العنفي اللي كان مع النائب جورج عدوان. يعني كمان معلش سعادتك، الصحفيين ما بيشتغلوا عند أهلكم، والصحفيين منن يعني درجة تانية. ما فيك تتعاطى مع الصحفيين لا أنت ولا غيرك. أنا من موقعي كنائب نقيب محررين بدك تتعاطى مع الصحفيين وفق الأصول. أنت بدك تتعاطى معهم يعني هلا مثل ما كنت قلت بأول يعني الحلقة. أول شيء الصحفيين هن اللي بيساهموا بوصول النواب وليس العكس. أول شيء بدي أتشكرك أنا، ويمكن أنت قلت بأول الحلقة أنه كانوا ظاهرين متوترين، يمكن كانت فشة خلق وقطعت. ولكن بسؤال أخير بدي باختصار بدقيقة، موضوع السعودية هل هناك أي تطور إيجابي باتجاه مرشح معين بالتسمية، والوضع السني ماذا سيكون؟ السعودية ما تزال على الحياد، ولو كانت السعودية لديها رأي في الانتخابات لكان لبنان الجديد صب بهذا الاتجاه أو بعض نواب لبنان الجديد. بعتقد أنه السعودية على موقفها، ولكن السعودية وفرنسا تقرأان المنطقة بشكل صحيح، وهناك يعني اقتناع بأن سليمان فرنجي هو الرئيس الذي يتماشى اليوم
مع واقع المنطقة. ولو لم تحصل هذه المصالحات لكانت فرنسا والسعودية أكدت بأن سليمان الفرنجية لا يصلح لهذه المرحلة. اليوم المطلوب منا قراءة صحيحة للتطورات الحاصلة. أما الوضع السني فأنا ضد الحديث عن التشرذم. اليوم في كتل نيابية موجودة، في عنا 9-8 نواب بالاعتدال متماسكين موجودين، يعني عندهم قرار، وأنا بعتقد هن حاضرين للتصويت عندما تدعو. نعم. الحاجة وقال النائب أحمد الخير هيدا الكلام. في عندك لقاء التوافق الوطني في 5 نواب سني مجتمعين، يعني هي صرنا نحن ب 13. التجدد في نائبين سنيين، يعني هيدا مش تشرذم. وأعتقد أيضا بأن هناك بعض الاجتماعات التي تحصل وتجمع عدد كبير من النواب السنة، خلي هذا الأمر لحديت ما مين عم يجي وقته. عم يجتمعوا مع أكثر من حدا، والرئيس ميقاتي حريص أيضا على عدم التشرذم، وهو يسعى أيضا بشكل جدي لجمع بعض النواب السنة على قواسم مشتركة. وبعتقد هذه القواسم المشتركة من بعيدة، يعني اليوم الواقع السني معروف، ويمكن في خلافات كانت دائما موجودة حتى لما كانت كتلة تيار المستقبل، يمكن كان فيها 16 نائب، كان عندنا 11 نائب عم يغردوا بخارج السرب. ما كتير نحكي عن الواقع السني المتشرذم، السنة حاضرين موجودين أقوياء متماسكين، يمكن عندهم توجهات سياسية معينة، ويمكن هيدا من باب الغنى، لأنه التنوع بالمواقف أنا برأيي بيعطي غنى. الكاتب السياسي غسان ريفي، أنا بدي أشكر كثير حضورك اليوم. أهلا وسهلا فيك، ضيف دايما مرحب في ساعة اللي بدك. أهلا وسهلا فيك، والشكر الكبير موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.